في البدايه معلش وتحملني شويتين ثلاثه انه المواطن واسئله المواطن، وبالتالي بتبقى فرصه عظيمه وسيادتك مشرفنا ترد على اسئله الناس انه حصل زياده في المرتبات، وبالتالي اللي زاد باليمين بيدفع بالشمال في الزياده. رد حضرتك ايه؟ رد حضرتي انه دوله رئيس الوزراء اكد النهارده على انه الدوله وانا كما ذكرت في البدايه انه الدوله لن تتخلى عن مواطن محدود الدخل. صحيح يعني صحيح انه هناك ضغوط على الساده المواطنين، لكن دوله رئيس الوزراء اكد النهارده على انه جزء رئيسي من اهداف الدوله خلال الفتره المقبله هي السيطره على التضخم. ودوله رئيس الوزراء شرح اتكلم في الحقيقه عن السياسه الماليه والنقديه والاصلاحات الهيكليه اللي بتقوم بها الدوله، ورئيس دوله رئيس الوزراء اتكلم على ثلاث محاور منهم محور اساسي اللي هو محور السياسه النقديه. دوله رئيس الوزراء اشار الى انه الدوله بتستهدف بحلول عام 2025 بالتنسيق طبعا مع البنك المركزي بحلول عام 2025 خفض التضخم لأقل من 10%، وبالتالي الدولة مدركة لتأثير الأسعار على المواطنين وبنعمل على خفض التضخم من ناحية. من ناحية تانية بنقدم دعم بكل ما نستطيع في كافة الخدمات كما شرحت لحضرتك، وكذلك دولة رئيس الوزراء أشار إلى أن الدولة بتستهدف ترشيد الانفاق والتحكم في الدين وخفض الدين العام بنسبه اللي ارتفع حاليا الى 95% خفضه خلال 5 سنوات الى ما دون 80%. الدوله بتستهدف ايضا اصلاحات هيكليه ستنعكس حتما ايجابيا على المواطن، منها تنمية كافة القطاعات التنمية المستدامة زي الصناعة، دعم تقديم حوافز للاستثمار، منح تيسيرات للمستثمرين، دعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات وسياسة وثيقة سياسة ملكية الدولة. نعم. ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الدولة إلى 65%. حضرتك كمان أشرت إلى أنه مشروع المليون وحدة سكنية مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة دفعت فيها 400 مليار جنيه، أكثر من 50% من تكلفتها مدعمة. بنتكلم على 300 ألف وحدة سكنية للمناطق الغير آمنة والعشوائية ب 120 مليار جنيه. إذا كل هذا الإنفاق وشبكة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة هي قطعا موجهة للمواطن محدود الدخل، وبالتالي الزيادة في المرتبات تصاحبها أيضا شبكة للحماية الاجتماعية من قبل الدولة للمواطنين في كافة الخدمات.